السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: العراقيون أكثر الشعوب كرها للنظام الإيراني. مشاهدينا الكرام، سينضم إلينا في هذه الحلقة عبر سكايب الأستاذ فرات خورشيد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. أجرت مؤسسة غالوب للأبحاث والاستشارات الدولية استطلاعا للرأي طرح سؤالا يتعلق بمدى كره من شملهم الاستطلاع للأنظمة السياسية المحيطة ببلدهم أو التي لديها نفوذ فيه، وجاءت النتيجة أن الشعب العراقي يعتبر النظام الإيراني هو أكثر الأنظمة كرها بالنسبة له. لكن الاستطلاع أيضا لم يشمل العراقيين فقط، بل شمل أيضا كل البلدان التي يتواجد فيها النفوذ الإيراني، فجاءت النتائج متقاربة بشكل كبير جدا مع العراقيين. مثلا نسبة 80% من اليمنيين الذين شملهم الاستطلاع أكدوا أن النظام الإيراني هو أكثر الأنظمة كرها بالنسبة لهم، وكذلك الأتراك بنسبة وصلت إلى 78%، تلتها لبنان بنسبة 73%. ترى لماذا تكره هذه الشعوب النظام الإيراني؟ وما مدى تأثير النفوذ الإيراني في ارتفاع هذه النسب؟ وهل يمكن أو يكمن الخلل في قوة النظام الإيراني أم في ضعف من يحكمون العراق؟ وهل سيكون العراق أفضل حالاً فيما لو قطعت يد إيران منه؟ مشاهدينا الكرام، هذه الأسئلة وغيرها نطرحها في حلقتنا لهذا الأسبوع، بإمكانكم المشاركة للإجابة عليها. هذه الأسئلة طرحناها على مواطنين عراقيين في الداخل، أجرينا أيضا استطلاع رأي في الداخل العراقي، وجئناكم ببعض النماذج والأمثلة عن آراء مواطنين عراقيين. دعونا نتابع جزءا من هذه الآراء. والله صحيح، والله صحيح، الشعب العراقي أكثر شيء يكره إيران، يكره إيران، أبد ما حد يحب إيران، لأن إيران هي دمار للعراق. يعني هسه ايش عبالك من يحكم العراق؟ هو إيران تحكم العراق، هو إيران، إيران تحكم العراق، بس هي مو شعبها وما تحس بها يعني شكو شغلة يستفاد من العراق هي حرمتها منك. أبسط شيء المي حرمتها عليك، لا ما تحمل الفساد، هي مصالحها، تريد تستفاد مصالحها، وهاي حتى التحكم بالدولار هي إيران، بضاعها إيران. يعني هسه إيران شيل العراق، إيران صفر، يعني كل العراق ما يصنع شيء، العراق ماكو فد شيء يصنعه، كل استيراد من ايران. ها تري ليش يخافون؟ خوف من اسيادهم، لان يعني هو اللي جاي دا يحكمك، هم اساسا كانوا بايران واساسا هم ايرانيين، هو دا يحكمك ثلاث ارباع دا يحكمك، وطبعا يصير ولاء لايران، لان خوف من ايران، ايران تتحكم بكل شيء. ابد ما يحنون عليك، ابد ما يحنون عليك، من الحرب الايرانيه لحد قبلها وقبلها، هم ذول الفرس، ابد ما يحبون الشعب العراق، مع الاسف والله، مع الجيران. شوف تركيا وين، وشوف ايران وين، شوف عمان وين، شوف ايران وين، بس هم هذول اللي مذين المنطقه كلها بشكل عام. والله هي صراحه هي اكو خلافات قديمه احنا وايران، خلافات قديمه، ويعني شلون نقول بقت مترسخه بجياننا، فهي شلون صارت وراثه عندنا من ابائنا واجدادنا، من شاركوا بالحرب العراقيه الايرانيه لحد الان هي باقيه، شلون ثار بين هم، احنا نضوج من عندهم، والشعب الايراني هم يضوج من عندنا، هاي باقي. يعني شلون نقول لجال اجيالنا تبقى الخلافات الايرانيه والعراقيه. والله مصالح قديمه عندهم ترتبطهم، يعني ارتباطات خلينا نقول ماديه، او شلون نقول خاليهم كحمايه لهم للمستقبل، او يعني من هاي الامور سند لهم. سبب التدخلات الايرانيه على العراق بصراحه، يعني لان هم يعتقدون انه العراق هو الحديقه الخلفيه لايران، يرجعون لالاف السنين، قد يكون هي قبل الاسلام كانت الحضاره الفارسيه اللي موجوده مال كسرى، واختلفت الامور نوعا ما، بس يبقى ابن البلد هو المسؤول. يعني صحيح مثلا انت حتى مؤثرات عندك من كل الشيطان ياثر على الانسان،
هل انه الشيطان يتحمل ذنوب الانسان؟ الله سبحانه وتعالى بيوم القيامه الشيطان يتنصل عن الانسان، يقول انا ما لي سلطان عليه. يعني انت اذا واحد يقول لك خرب بيتك فلش بيتك، تروح تفلش بيتك؟ اذا قال لك ذب روحك من عماره 10 طوابق، ذب روحك من 10 عمارة ارتفاع شاهق، ما يصير. يبقى المواطن هو المسؤول الاول والاخير. طبعا انت دول الجوار كل واحد يريد مصلحته، الدول كل دوله هي تريد مصلحتها، والمصلحه تقتضي، يعني المصلحه تقتضي انه يضعف البلد المجاور حتى يصدر للبضاعه مالته. هاي سياسه، ولا مو بس لايران، كل الاحزاب، اعتقد كل الاحزاب اللي موجوده ولاها لكل الدول الاقليميه مو بس لايران، يعني جزء للسعوديه، بس الان بدت البوصله تتغير. مشاهدينا الكرام، استمعنا إلى آراء بعض المواطنين العراقيين بشأن السؤال الذي طرح: لماذا يعد الشعب العراقي أكثر الشعوب التي تكره النظام الإيراني؟ استمعنا إلى بعض الأجوبة من مواطنين عراقيين، سنأتيكم بعد قليل أيضا بجزء آخر من آراء مواطنين عراقيين آخرين، لكن الآن نرحب بالأستاذ فرات خورشيد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية معنا عبر سكايب. حياكم الله أستاذ فرات. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. بداية، يعني هل تعتقد أنه يمكن القول بأن النسبة التي نسبة الاستطلاع الذي أجراه أو التي أجرته مؤسسة غالوب تعكس حقيقة الرأي السائد في العراق الآن تجاه إيران، بأن النظام الإيراني هو أكثر الأنظمة كرها بالنسبة للعراقيين؟ بالتأكيد أن الشعب العراقي يعني تولد لديه شعور بالنفور من إيران نتيجة الدور الذي تقوم به، الدور المزعزع، الدور الذي يلعب على وتر الطائفية وتنمية الميليشيات ودعمها، ودور هذه الميليشيات في إيذاء الشعب العراقي بكل أطيافه. يعني احنا ما نقدر نقول انه الشيعة العراقيين محسوبين على إيران ككل، لأن ما ننسى خلال حرب القادسية الثانية كان الشيعة العراقيين واقفين صف واحد مع بقية فئات الشعب العراقي للدفاع عن العراق ضد إيران. فالدور الإيراني المزعزع له تاريخ طويل، ولكن الثورة التي حصلت عام 1979 أول ما حط الخميني أقدامه على الأرض في طهران كان أول ما نطق به هو شعار تصدير الثورة الإسلامية. لذلك مشروع تصدير الثورة الإسلامية كان متأخر نتيجة الصخرة العراقية التي كانت تصد هذا المشروع وتمنعه من التوغل في المنطقة العربية، بدليل أن الأحزاب الحالية التي تحكم العراق كلها أحزاب إسلامية. وهذا يعني أنها تابعة لتلك الثورة التي انبثقت في إيران عام 1979 بقيادة الخميني. طبعا هناك ربما مفهوم خاطئ لدى بعض العراقيين بشأن قضية أو مصطلح تصدير الثورة. هناك من ينظر إلى إيران، لا يمكن أن نصفهم بأنهم منتفعون ربما، لكن ربما هي قناعات، ينظرون إلى هذا الاصطلاح بأنه دولة جارة وقفت مع العراق، ساندت العراق، هكذا ينظرون. لماذا لا ينظرون إلى الجزء الآخر من الكأس؟ التدخلات الإيرانية كما تفضلت، الميليشيات ذات الولاء الإيراني، الخراب ونشر الطائفية والفتن داخل العراق، هل هي بسبب تأثير الآلة الإعلامية التي تمتلكها هذه الأحزاب على هذه العقول، أم أن يعني فعلا إيران لديها دور إيجابي في العراق؟ يعني علميا المجتمعات الفقيرة والبسيطة دائما تقع تحت تأثير رجل الدين، لذلك تجد أن كل فترة، كل حقبة تاريخية لأي أمة حينما تكون ضعيفة هناك تنامي لدور رجال الدين وكهنة المعابد وما إلى ذلك. الآن الفترة اللي مر بها العراق بعد الاحتلال من ضعضعة السلطة الإدارية والحكومية بشكل عام أمنيا وسياسيا أدى إلى انتشار الفقر والجهل، وهذا بدوره يجعل الناس تلجأ إلى رجال الدين وإلى دور العشائر. طبعا العشائر أيضا مرتبطين بالمنابر الدينية مذهبيا، بعد أن تم تنمية هذا الشعور لدى المذهب الداعم لإيران والمنفذ لأجندة إيران بذريعة أنه هناك خطر على بقائكم، وهناك من يريد أن يقضي عليكم أو يزيحكم أو يفعل كذا وكذا، واختلاق قصص وهمية لا حقيقة لها عن تاريخ النظام الوطني السابق لقبل فترة قبل الاحتلال. هذا الموضوع جعل رجال الدين يتحكمون،
ومعروف بأنه هناك النفوذ الإيراني على المراجع وعلى المنابر التي يقفون عليها هؤلاء الأشخاص المعممين لكونهم يتبعون لثورة قامت بدور معمم. يعني هذا النشاط الديني للأسف جعل العراقيين ينسلخون عن هويتهم الوطنية ويتقوقعون في هوية دينية مذهبية لا تخدم مصالحهم ولا مصالح العراق ككل. يعني عبد المهدي الكربلائي ممثل مرجعية النجف في فترة ولاية عادل عبد المهدي وأثناء ثورة تشرين والأحداث التي جرت فيها خرج على المنبر وقال بالحرف الواحد: احذروا لكي لا يذهب الحكم إلى غيركم. هل يمكن ربط ما تفضلت به بهذا النوع من الخطابات التي تستخدم كما تفضلت على المنابر من قبل بعض رجال الدين بمحاولة إيصال صورة أن بشكل طائفي طبعا أن العراق احذروا أيها بمعنى احذروا أيها الشيعة أو ربما احذروا يا من تحسبون أنفسكم على الشيعة من حكام المنطقة الخضراء قد يذهب الحكم إلى غيركم؟ وماذا إذا ذهب الحكم إلى غيرهم إلى الأكفاء على سبيل المثال؟ طبعا هو نصا قال قد يؤول الحكم إلى وبغمزة شيطانية وحركة بذيئة قد يؤول الحكم إلى آخرين. طبعا الآخرين الذين يقصدهم هم أيضا عراقيين، لا أدري كيف يسميهم آخرين طالما نحن نتكلم بدوافع وطنية، طالما هو يدعي انتماءه للعراق من هم الآخرين الذين يقصدهم؟ هل هم فئات من خارج العراق؟ لا طبعا هم فئات عراقية، ولكن هو هذا السوق الذي يروجون فيه بضاعتهم الدنيئة عذرا لك وللمستمعين الكرام، ولكن لا يمكن وصف هذه البضاعة إلا بهذه الصفة. هم يحاولون دائما أن يخيفوا الناس من أن زوالنا سيكون فيه زوالكم. هذا يعتبر امتداد للخطاب الإيراني؟ بالتأكيد لأن الخطاب الإيراني لا يمتلك غير هذا. ماذا قدمت إيران؟ إيران لا تمتلك غير الخطاب الطائفي المذهبي. إيران بالعكس هي سبب كل البلاء في العراق، وهذا الذي دفع الشعب العراقي إلى أن يكره إيران. عندما يتذمر المواطن العراقي من مثلا انقطاع الكهرباء في فترة الصيف فهو يعلم جيدا بأن صفقات استيراد الكهرباء من إيران صفقات فاسدة، إضافة إلى دور إيران الخبيث في منع تطوير الكهرباء أو استيراد محطات طاقة كهربائية قد تغني العراق عن الكهرباء الإيرانية، إضافة إلى كل الجوانب الأخرى، موضوع التصحر أو شح المياه الذي تعاني منه مدن الجنوب ذات الأغلبية الشيعية. يعني احنا ما نحب نتكلم بهذه الصفة، ولكن كأغلبية هم أخواننا من المذهب الشيعي، هم أغلبية في مدن جنوب العراق، ولكن هم من يعانون من العطش و عدم القدرة على زراعة أراضيهم التي كانت معروفة بخصوبتها نتيجة إيران. فهل إيران فعلا حريصة على الشيعة؟ هل كانت إيران يوما حريصة على المواطن الشيعي العراقي كما تدعي؟ ونحن نعلم بأن خلال فترة حرب القادسية الثانية أكثر مدينتين تعرضت لقصف المدفعية والصواريخ الإيرانية هما مدينتي البصرة ومحافظة ميسان ومحافظة البصرة، أكثر مدينتين تأثرت. فهل كانت إيران فعلا حريصة على حياة المواطن الشيعي خلال تلك الفترة؟ طيب. أكيد لا. أعود لحضرتك أستاذ فرات بعد قليل في برنامجنا، نستقبل اتصالات وآراء مواطنين عراقيين أيضا للمشاركة معنا. معنا الآن السيد أحمد من ألمانيا، تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يبارك فيك أخي الكريم. الحقيقة إيران تنظر إلى العرب بصورة عامة وإلى العراقيين بصورة خاصة، نظرة استعلائية ونظرة دونية، يعني مع احترام الشديد للعراقيين وأنا واحد منهم. المشكلة أنه بالبداية حاولت أن تقسم المجتمع العراقي إلى أكراد وسنة وشيعة، وهي غير مخلصة لا للأكراد ولا للسنة، وكانت تظهر بأنها هي مخلصة للشيعة، ولكن الحقيقة والواقع هي تريد أن تفرق الشيعة وتقسمهم إلى طوائف متناحرة. هي غذت النزاعات العشائرية، غذت النزاعات ما بين أبناء الشيعة، هذا من جانب الصدر، وهذا وكثير من التفجيرات التي حدثت في المناطق المحسوبة على الشيعة مثل مدينة الصدر والشعلة كانت بتغذية إيرانية، مثل ما يعني
نشرت على الإعلام. تفجير المرقدين الشريفين في سامراء يعني كل الدلائل تشير أنه حدث التفجير بتوطئ، بتمهيد بتوطئ أو باشتراك مباشر من قبل إيران باعتراف مسؤولين في حكومات ما بعد الاحتلال. أنا بالضبط هو هذا السين اللي معروف. أنا أتركه للمواطن وللمستمع الكريم يعني هو يقدر يشوف يقرأ ما بين السطور يفهم شنو اللي موجود. أخي لم يكن هم إيران في أي وقت من الأوقات هي مصلحة العراقيين أو مصلحة خل نصير الشيعة في العراق. ماذا جلبت إيران للعراق؟ المخدرات، انهاك البنى التحتية، انهاء الزراعة، انهاء الصناعة، محاربة الأصوات الوطنية، محاربة الكفاءات الوطنية، قتل الطياري، قتل كل ما يبث الحياة في الجسد المجتمع العراقي، التفرقة بكل ما تعني. وهذه نتيجة مباشرة انه الشعب العراقي بمختلف طوائفه يعني السنة سنتين خمسة عشرة افتهم بأنه العدو الأوحد أو العدو الأكبر للشعب العراقي هو المد الصفوي الذي حاول أن يتغلغل في جسد العراق. شكرا جزيلا سيد أحمد من ألمانيا، أنا أكتفي مع حضرتك بهذا القدر، شكرا لك للمشاركة. أستاذ فرات، باستماعنا إلى حديث مواطنين عراقيين بالاستطلاع الذي أجريناه قبل قليل، وأيضا بناء على استطلاع مؤسسة غالوب التي أجرت هذا الاستطلاع مع جنسيات أخرى كاليمنيين والأتراك واللبنانيين، الجميع أجمعوا على أن النظام الإيراني هو أكثر الأنظمة كرها بالنسبة لهم. وطرح أحد المواطنين قبل قليل نقطة، انظروا إلى تركيا، انظروا إلى الأردن، انظروا إلى الدول التي لا يوجد فيها النفوذ الإيراني، كيف هي، كيف حالها، كيف الوضع الاقتصادي، البنى التحتية وما إلى ذلك. لماذا في كل دولة توجد إيران يوجد الخراب؟ طبعا لأن إيران لا تسعى للتعامل مع الدول المجاورة لها كدول، تسعى أولا إلى تفتيت هذه الدول وخلق كيانات داخل هذه الدولة تستحوذ على نفوذ وسلطة الدولة الحقيقية. الميليشيات، كل ميليشيا لها نفوذ معين، كل ميليشيا تدعي بأن لديها أحزاب سياسية، وهذه الأحزاب السياسية تسعى للمحاصصة وتحصل على جزء من الدولة، لذلك تصبح الدولة مفتتة بين أحزاب لها ميليشيات، وهذه الميليشيات تأتمر بأوامر من الحرس الثوري الإيراني الذي يعمل بنهاية المطاف بأمرة الولي الفقيه، لا نريد أن نقول الكلمة المعتادة هنا أمامكم، ولكن هذه الميليشيات تسعى للاستحواذ وتنفيذ أجندة إيران. الدول حينما تكون ضعيفة وتكون عبارة عن دويلات وميليشيات لا سلطة لها خارجيا ولا تستطيع إدارة ملفها الدبلوماسي، تصبح إيران هي التي تفرض إرادتها وهي التي تفرض علاقات هذه الدول مع الدول الأخرى، كما تفعل إيران اليوم مع العراق. العراق لا يمكن أن يدخل في علاقة طيبة مع دولة لا ترغب إيران ببناء علاقات طيبة معها، والعكس كذلك أيضا لا يمكن العراق أن يعلن رفضه لأي سياسة تقوم بها دولة أخرى لكن هذه الدولة تكون موالية لإيران. هناك سياسات للبنان مثلا اقتصاديا أو من إيواء الفاسدين أو الأرصدة الحكومية التي تم تهريبها، سياسات مرفوضة دبلوماسيا من العراق، لأن كون هذه حقوق للشعب العراقي يجب إعادتها أو على الأقل منع تهريبها، ولكن بما أن هناك علاقات طيبة بين إيران ولبنان لا يمكن الحكومة العراقية أن تقف بالضد من هذا، بينما هناك علاقات طيبة أيضا تسعى وتتقدم بها المملكة العربية السعودية أو الأردن من خلال تقديم عروض لتوفير الكهرباء وما إلى ذلك من عقود تجارية ومصالح متبادلة، ولكن موقف إيران السلبي من هذه الدول رغم أن قد يبدو أنه تصلح بعض الشيء الآن ولكن هو حبر على ورق، إيران غير جادة في تنفيذ اتفاقياته، فتمنع العراق أي تقارب من تلك الدول التي لا ترغب إيران. يعني هذا ما تسعى إليه إيران، السيطرة على النفوذ الداخلي والعلاقات الخارجية للدول التي تنشر فيها ميليشيات. أعود لحضرتك بعد قليل أستاذ فرات. معنا الآن السيد أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحب أن أنوه إلى حقيقة غائبة عن أذهان كثير من الناس وحتى عن الشعب الإيراني والشعب العراقي. تفضل. بأن ثورة عام 1979 في إيران لم يقودها
المعممون وما يسمون برجال الدين، وإنما قاده الحزب الشيوعي الإيراني المعروف باسم حزب تودة. طيب. مسعود رجوي وجماعته وجيروها جماعة لهم، هاي وحدة. ثانيا قول الخليفة المسلم الثاني عمر بن الخطاب عندما قال والله ما حنا أعجمي على عربي لا ورب الكعبة، ولا أعجمي طبعا مقصود من غير العربي وبالذات إيران وغير إيران. بعدين أكو شغلة بنتجي، شوف لاحظ رئيس الجمهورية عندنا من بعد 2003 منصب اعتباري لا يتم إلا عن طريق الانتخاب والترشيح، لكن المنصب السيادي الحقيقي هو منصب رئيس الوزراء لا يتم بالترشيح والانتخاب وإنما بالتعيين. شنو هالمفارقة؟ ثانيا مجرد ما ينطول منصب ورا يومين ثلاثة يدز عليه رئيس التشخيص مصلحة النظام، شنو بابا علاقتك حتى بالعراق؟ ويوجهها يسوي فلان شي ولا يسوي فلان شي ويسوي كذا. زين اكو هنا اباق مأجورة لهم من تقول له يا ابي ليش سدوا علينا المي؟ ها؟ وانت تقولون الشعب الايراني الشقيق، والدول قلت له لعد الشقيقه هو يسوي هيك بشقيقه؟ اذا يدعون بهاي النظره الضيقه وهي مو صحيحه. ما لانه الشيعه بشيعه لعد قلت له الشيعي يقطع المي على الشيعي يموت من العطش يقتل زراعته ويحرق محاصيله بأفناسه، شوف راح تصير هذا الحصاد شوف الجسمة. بعدين هذول لاحظ طلعوا كم صوت يعني قدر من عندهم بعد طفح الإناء بما فيه، ما قدروا يضموا الحقيقة. قال سنعيد حلم الإمبراطورية الفارسية وتشمل العراق وسوريا ولبنان واليمن وتكون عاصمتها بغداد وسنحتفل في بغداد. ولا واحد من الموجودين في سدة الحكم عندنا ولا من الأحزاب الموجودة المحسوبة على العراق جزافا رد ولا بكلمة. تعال بابا قل له شنو امبراطورية فارسية، شنو أحلام المريضة وشنو عاصمة بغداد. أشكرك سيد أبو زينب من النجف، أكتفي مع حضرتك بهذا القدر. أستاذ فرات، دائما ما تحصل هذه التصريحات أو تأتي من قبل مسؤولين إيرانيين يتحدثون عن الحديقة الخلفية لإيران، عن العمق الاستراتيجي لإيران، عن بغداد هي العمق الاستراتيجي ونقطة الأمن القومي الإيراني، وبالتالي التواجد الإيراني في العراق هو من أجل درء الخطر عن المصالح الإيرانية وغيرها من هذه التصريحات الاستفزازية. في المقابل لا يوجد أي رد فعل وتصريح مقابل من قبل المسؤولين في العراق تجاه هذه التجاوزات من قبل الجانب الإيراني. هنا السؤال، هو تأكيد على سيطرة إيران؟ هو ضعف بالجواب؟ هو تأثير من الميليشيات على المسؤولين بعدم الرد والجواب؟ يعني ما تفسير هذا الصمت الدائم؟ هو كما قلت لجنابك وذكرت قبل قليل أنه لا توجد في العراق الآن دولة قادرة على أن ترد بصفة دولة. يعني الدول تكون هناك بينها حوارات على مستوى دولة، في العراق لا توجد دولة حقيقية، توجد مجموعة كيانات استحوذت على الدولة وقسمتها، وهذه الكيانات صغيرة ومفتتة لدرجة أنها لا يمكنها الوقوف بوجه أي دولة، كيف إذا كانت تلك الدولة هي من تدعم هذه الكيانات الصغيرة أساسا. إيران تقول نحن نريد أن نضمن أمننا القومي بتدخلنا في العراق وسوريا ولبنان. أنا أسأل هنا، من هدد الأمن القومي الإيراني؟ أي دولة عربية هددت إيران؟ هل قامت الدول الخليج العربي مثلا بتجاوزات على المياه الإقليمية الإيرانية أو أطلقت صواريخ تجاه المصافي الإيرانية أو هددت بإغلاق الموانئ الإيرانية كما تفعل إيران مع دول الخليج يوميا؟ تهدد بإغلاق المضيق وإغلاق الخليج و تدعي بأنها قادرة على أن تمنع تصدير النفط العربي. من الدول العربية صرح ولو تصريح حتى لو لم يكن شخصية دبلوماسية، إعلامي؟ هل هناك إعلامي أو صحيفة أو مجلة عربية كتبت أو سمحت بأن يكتب أحدهم هكذا
أشياء أو تهديدات للأمن الإيراني. إيران هي من تهدد من حولها وتدعي بأنها تحمي أمنها، ولكن قادة الحرس الثوري الإيراني يتجولون نهارا جهارا وبشكل علني في الدول المجاورة لإيران. ماذا يفعل ضباط الحرس الثوري الإيراني في اليمن أو في العراق أو في سوريا ولبنان؟ هذه هي التدخلات التي تقوم بها إيران، هي سبب زعزعة الاستقرار في المنطقة. أستاذ فرات، أحمد من مصر أرسل لنا رسالة على الواتساب يقول: السلام عليكم، ماذا تقول عن الذين يأكلون ويشربون في بلدهم ويبقى ولائهم لدولة أخرى؟ ما يمكن، كيف يمكن أن يوصف هؤلاء؟ لا يمكن أن نسميهم أنهم في بلدهم. الانتماء العقائدي حينما يطغي على الهوية الوطنية ينسلخ الفرد من هويته الوطنية ويصبح شخص مذهبي غير مقبول في بلده. يعني لا يوجد في العالم كله سوى في العراق الآن والدول التي تسعى إيران لزعزعة استقرارها، لا يوجد مواطنين يدينون بالولاء لدول أخرى، لا يوجد في أي دولة شخص يضع صورة رئيس أو شخصية اعتبارية لدولة أخرى ويعتبرها هي المرجع ويأتمر بأمرها، وخاصة إذا كان على مستوى السياسيين وأعضاء في البرلمان وقادة كتل أو قادة أحزاب سياسية المفروض أنها لديها برامج تنموية لتطوير البلد وخدمة المواطن العراقي، بينما هم يعلنون بأنهم في خدمة زعيم لدولة أخرى ويأتمرون بأمره وينفذون ما يطلبه منهم. طيب، بالعودة إلى الجزئية المتعلقة بالجانب، جانب نشر الطائفية والفتن من قبل إيران في العراق وطبعا في المنطقة العربية بشكل عام، يعني هنا السؤال: هل قضية انتشار الطائفية وتنميتها داخل العراق كان بسبب إيران، أم أنه مخطط من قبل الولايات المتحدة لإضعاف العراق عن طريق تفتيته اجتماعيا؟ هو هذا المخطط أساسا، يعني ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها هو فقط استكمال للمشروع الذي كان المفروض أنه ينطلق سنة 1979 ثم يتجه إلى العراق بعد سنة عام 1980، ولكن حالة الحرب العراقية الإيرانية، حرب القادسية الثانية، بإيقاف ومنع هذا المد من الوصول، ثم بعدها استمرت الضغوط على العراق لإضعافه وإخضاعه من خلال المؤامرات والمكائد التي كانت تدبرها الولايات المتحدة الأمريكية و حلفائها، إلى أن جاء يوم الاحتلال، ثم بعدها أطلقوا العنان لإيران وقالوا لها بصريح العبارة: تفضلي أكملي مشروعك الذي كان متوقفا. وهذا المشروع بدأ وانطلق، لأن حاليا إيران تعتبر الجندي الرخيص للقوات الأمريكية. يعني ماذا عن العداء بين الولايات المتحدة وإيران إذن؟ هو عداء ورقي يا أخي، الكل يعلمون بأن العداء بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هو حبر على ورق، بدليل أنه ها هي السفيرة الأمريكية تصول وتجول في بغداد دون أن يتمكن أي أحد من الذين كانوا يدعون بأنهم يأتمرون بأمر إيران ويجب إخراج أمريكا من العراق وسنفعل كذا وكذا وكذا، وهم يتسابقون أيضا وليس يحاولون بل يتسابقون لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية من خلال السفيرة الأمريكية الموجودة في العراق. فالعداء الإيراني الأمريكي ليس حقيقي وإنما هو فقط للتخويف. فالأسباب التي أدت لاحتلال العراق لا تعادل 10% من الأسباب الموجودة والحقيقية والثابتة لإيقاف إيران عند حدها. العراق لم يهدد أحد، لم يكن للعراق ميليشيات في دول مجاورة، لم يقم العراق بقصف أي دولة أخرى ما عدا الأزمة العراقية الكويتية، لم يعلن العراق صراحة بأنه يرغب بهدم الكعبة أو احتلال بلد آخر، لم يرغب العراق أو يعلن بأنه قادر على احتلال أو هدم أي دولة أخرى خلال ساعات واستخدام صواريخ ونملك كذا ونملك كذا. كل هذه الذرائع التي أدت إلى احتلال العراق، إيران يعني تتعامل بما يفوقها بأضعاف كثيرة وعلى الأرض وبالأدلة، بينما احتلال العراق كان مبني على يعني تقارير لفرق التفتيش، وهذه التقارير لم تكن مؤكدة، وإنما كانوا يقولون هناك احتمال أن يكون العراق قادر على تصنيع هذه الأسلحة وغيرها، ولم يتم العثور على تلك الأسلحة أساسا. أرجع لحضرتك بعد قليل أستاذ فرات. معنا الآن السيد أبو علي من واسط، تفضل يا أبو علي حياك الله.
السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام. تحيه لحضرتك وتحيه لضيفك ولجمهور الرافدين. يعني هو اكيد يعني المؤشر قال هذا صحيح، يعني اللي ذكر انه كره الشعب العراقي القيادة الإيرانية طبعا هو بسبب التدخلات الموجودة في البلد، يعني وبات واضح، وخاصة الشباب العراقي الآن أصبح واعي ويعي ما يحدث يعني حوله في يعني ثبت أن إيران تعطل الصناعات العراقية، ثبت أن إيران تعطل الزراعة في العراق، ثبت أن إيران تتعمد عدم إيصال المياه إلى الأراضي العراقية عن طريق الأنهر والممرات المائية الموجودة في بلادها، كذلك التدخل السياسي في البلد، كذلك علنية الميليشيات أنها تقلد المرجع الإيراني وأنها تتبع ولاية الفقيه، كذلك ثبت في عام 2019 أن ما حدث بالعراق هو بسبب تدخلات إيران في 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 العراق. نعم. كذلك أن جميع الحكومات من 2003 أو من 2005 بالتحديد حتى اليوم هي جميعها تعتبر موالية لإيران، لذلك لم ينتج أي خدمات من أجل مصلحة المواطن، وخاصة أنهم هم يعتقدون أن أنفسهم يمثلون المذهب الشيعي، بينما أنه أكثر المناطق فقرا بالعراق هي مناطق أغلبية سكانها العراقيين يعتنقون المذهب الشيعي، لذلك نجدهم يعني يصرحون يعملون بعكس ما يصرحون، دائما هم يدعون المظلومية، دائما العالم تحارب شيعة العراق، هو ما أحد حاربهم. طبعا أكثر اللي حارب شيعة العراق أو يعني بالتحديد هم الأحزاب الشيعية المتسلطة على العراق، لأن محافظة ذيقار، محافظة السماوة، محافظة اللي هي المثنى، محافظة البصرة اللي يحكمها من أهل المدينة، يعني مو جايين من بعيد، ما جاي أهل الرمادي يحكم أو أنه كردي جاي يحكم. طيب. فلذلك أن المؤشر الحقيقي صحيح، وأعتقد أنه هناك نسب أكبر تثبت أنه الشعب العراقي. شكرا نعم أشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيد أبو علي من واسط. مشاهدينا الكرام، كما قلنا لحضراتكم أجرينا استطلاع رأي في الشارع العراقي، طرحنا مجموعة من التساؤلات. لماذا يعد النظام الإيراني أكثر الأنظمة كرها بالنسبة للعراقيين، بالإضافة إلى أسئلة أخرى؟ دعونا نستمع إلى آراء بعض المواطنين العراقيين ثم نعود. والله السبب هو سياسيين، شعب ما لذنب، شعب مسالم، شعب محب لكل الشعوب، بس السياسيين اللي خلوا هاي الكراهية. الشعب العراقي يعني عانى ما عانى، ويعني وتأذى هواية من النظام الإيراني اللي دخل هواية بالشأن السياسي العراقي، يعني أغلب الشغلات اللي متضرر منها الشعب هذا سببها إيران، وإيران يعني حتى لو إيران مو سبب لها إيد بهذا الموضوع. والله هي أمريكا جابت الطائفية للعراق، وإيران يعني زادتها وخلتها يعني تغلغل بالشعب العراقي، يعني إيران قوت هذا الموضوع بالعراق، والفساد يعني منتهي من عندها، أي فساد يعني إيران لازم لها يد بهذا الشيء. والله الأحزاب اللي بالبلد 1% مستقلة نقدر نقول، و 99% ولا أهل إيران والغير إيران من دول مثل السعودية، أمريكا، غير دول، يعني شوف يا دولة يعني لها مصلحة بالعراق، يعني الأحزاب لها ولا لها. طبعا أكيد بالتأكيد اليوم السبب التدخلات الإيرانية بشأن العراق، دائما خلخلت الأوضاع بداخل العراق، ما يحبون أن الاستقرار كسياسة مو كشعب إيراني، كسياسة الإيرانية ما يحبون الاستقرار والأمن والأمان للشعب العراقي. طبعا بالدرجة الأولى هي أمريكا، اليوم إذا نرجع للواقع هو أمريكا اللي جابت الطائفية، بس اللي زادت من الطين بلة وأكثر هو الإيران. إيران هي زادت أكثر بعد الطائفية بسبب الأشخاص اللي موجودين تابعين ولائهم لهم. لا، الموجودين اليوم اللي نشوفهم على أرض الواقع أكثريتهم ولائهم للشعب، للسياسة الإيرانية بسبب مصالحهم الشخصية. طبعا بالتأكيد اليوم نشوف إنه الأغلبية طبعا يريد مصلحته الشخصية، يخاف على مصالحه، ولاءه، حبه لغير بلد،
بالدرجة الأولى هو ما جاء عنده وطنية، ما عنده روح وطنية، لا بالعكس. طبعا احنا مو بس نكلب بسالفة انه بس ايران، هي اليوم نشوف احنا على ارض الواقع انه كل الدول تكالبت على الشعب العراقي. اليوم العراقي اذا يتخلص من هاي النفوذ الايرانية ولا السعودية ولا اي دولة كان يكون جوار العراقي، اذا تخلص منهم راح يكون العراق بخير. مشاهدينا، اذا استمعنا مع حضراتكم الى اراء بعض المواطنين العراقيين. اعود للاستاذ فرات خورشيد مره ثانيه. استاذ فرات، يقول هادي العامري زعيم ميليشيا بدر واحد ادوات ايران في العراق بان سبب عدم انجاز المشاريع وعدم النمو بالعراق والتطور وغيره هم اعداء الحسين. اعداء الحسين منعوا هذه الحكومات من البناء. من هناك يعادي هذا النظام في العراق؟ الأمم المتحدة تعترف بشرعيتهم رغم رفض العراقيين، الولايات المتحدة وفرت كل الدعم لهم، الدول المحيطة كلها تعترف بهم وتتعامل معهم. من هم الأعداء الذين منعوا هذه الحكومات من العمل من النهوض بالعراق؟ والله صراحة أنا برأيي بأنه لا يوجد أعداء للإمام الحسين عليه السلام أكثر من هذه الأحزاب. لم يسيء أحد إلى ثورة الحسين أو إلى تاريخ الحسين عليه السلام بقدر ما أساء له هؤلاء المتملقين لإيران والمتسلقين على أكتاف اسم حفيد نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. أي المشاريع التي أعاقها أعداء الحسين الذين يزعم هادي العامري أنهم أعاقوها؟ طبعا شح المياه في الصيف يقابله سيول وفيضانات في الشتاء. ماذا فعلوا للحفاظ على هذه المياه التي تذهب هدرا في فصل الشتاء للاستفادة منها في الصيف؟ النهر الثالث، يعني هم يقولون نحن لا نستخدم هذا الممر المائي الذي يمكنه يعني ري الأراضي وتنمية الزراعة وإيقاظها من جديد من وسط وجنوب العراق فقط لكون كان اسمه نهر صدام. طيب ما أنتوا يا الأحزاب السياسية يا قادة كتل كلكم تسكنون في قصور اسمها قصور صدام، لماذا يحق لكم أو تسمحون لأنفسكم لا بأس أن تسكنوا في قصور كان اسمها قصور صدام، ولكن لا يمكن للمواطن البسيط أن يستفيد من ممر مائي يمكن أن يحيي أرضه الزراعية ويكفيه قوته ويسمح للشعب العراقي أن ينعم ببعض الرخاء الاقتصادي من الناحية الغذائية؟ لكون هذا الممر المائي اسمه نهر صدام. يعني هذه المغالطات وهذه الأكاذيب التي يطلقونها أصبحت مكشوفة ولا تنطلي على أي شخص. شماعة أعداء الأعداء الأعداء، لا يوجد أعداء للشعب العراقي غيرهم. طيب هناك نقطة تتعلق بملف المياه كما تفضلت. مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية الأسبق كان قد تحدث عن قطع إيران للروافد الأنهر ومجاريها وتحويل هذه المجاري إلى داخل الأراضي الإيرانية، حتى وإن كانت النسبة التي ترسلها إيران إلى العراق هي 18% فقط من مجموع نسب المياه الحاصل عليها من تركيا وإيران، لكن في المقابل أيضا تحدث عن التفاعل الإيجابي من تركيا مقابل تسهيل قضية مرور المياه وحصة العراق المائية. في المقابل عندما تحدث مهدي رشيد الحمداني عن أو هدد بتدويل القضية، رحل مهدي رشيد الحمداني وأغلقت قضية تدويل ملف المياه مع الجانب الإيراني ومرت الحكومات. كيف يمكن أن تعالج مشاكل العراق طالما وجدت هذه الحكومات الضعيفة أو الخاضعة أو المتواطئة؟ هذه الحكومات لا قرار سيادي لها، كل قراراتها نابعة من الإرادة الإيرانية، هي تنفذ فقط ما يملى عليها، لا يمكنها أن تختار ما ترغب بتنفيذه أو ما ترفض الخضوع له، هي خاضعة كليا في سياستها وإدارتها الملفات العراقية. يعني ماذا أو من المستفيد من إفقار المواطن العراقي؟ أكيد هي إيران. كيف؟ سأقول لك كيف. حينما تنعدم الزراعة في المناطق الريفية جنوب العراق، سيلجأ المواطن إلى طرق أخرى لكسب العيش، قد يرحل إلى المدينة، قد يترك أرضه وبالتالي تصبح هناك بطالة، وهذه البطالة يمكن استغلالها في قضية مهمة لإيران وهي التجنيد في فصائل مسلحة وميليشيات. أغلبية من يحملون السلاح الآن حينما تتحدث معه بشكل
شخصي من شخص قريب يقول لك بأن سبب بقائه في الحشد أو غيره من الفصائل هو المرتب الذي يتقاضاه. فعلا لا يغر الشخص بأن هناك فعلا ولاء وانتماء شيعي كبير لإيران، كما أظهرت مؤسسة غالوب بأن 86% من العراقيين يرفضون وجود إيران في العراق. هذه 86% أكيد من ضمنها الكثيرين من المكون الشيعي الذين يرفضون هذا، ولكن حتى هؤلاء الأشخاص قد يكونون جزء من تلك الميليشيات أو الأفراد المنتمين لما يسمى بالحشد، فقط بسبب البطالة، ترك الفلاح لأرضه لعدم وجود مياه لزراعتها، المدارس المتهالكة، تسرب الشباب والأطفال للمدارس، نمو جيل جاهل غير قادر على التوظيف، إغلاق المشاريع الاقتصادية الكبيرة في العراق، لا معامل، لا صناعة محلية، لا تجارة داخلية، كل هذه أدت إلى وجود مسار واحد فقط لكسب المال حاليا لدى الشاب العراقي، وهو الانتماء إلى أحد الفصائل، وبالتالي إيران تحاول أن تبرز عضلاتها من خلال هذه الفصائل. ماذا يقول قيس الخزعلي أو ماذا قال أحد زعماء هذه الفصائل؟ قال: نفتخر بأن نكون ذيولا لإيران. هذه هي العقلية التي يعني تعتلي رؤوس هؤلاء الذين يحملون السلاح في العراق، يقولون أنهم مقاومة للولايات المتحدة، لكنهم أيضا الآن تحولوا إلى المقاومة الدبلوماسية كما وصفوها بعد تسلم محمد الشيع السوداني. هل تعتقد بأن هناك بارقة أمل بالنسبة للعراقيين في الخلاص من هذه الميليشيات، من هذه الأحزاب التي تحظى بدعم دولي قوي جدا؟ أخي، خلال حقبة مصطفى الكاظمي كانت بغداد كل فترة تصحو على استعراض عسكري لفصيل مسلح، كل فترة يصحو الشعب العراقي في بغداد على قطع للطرقات وانتشار لفصيل. حتى عمليات بغداد العسكرية، يعني غرفة العمليات العسكرية، تجهل من هو هذا الفصيل، كيف جاء وكيف انتشر وكيف استطاع أن يجتاز كل نقاط التفتيش المنتشرة داخل بغداد. كل هذه التصريحات كانت موجودة، وكل هذه الفصائل كانت تنتشر بذريعة أن هناك تهديد للعراق. بعد أن استولى الإطار التنسيقي الذي هو يضم هذه الفصائل المارقة الخارجة عن سيطرة الدولة وشرعيتها، اختفت هذه النشاطات وأصبح لديهم نشاط واحد فقط، وهو دعم الحكومة بكل شكل من أشكالها. حتى العمليات التي كانت تزعزع العملية السياسية الدبلوماسية في العراق من قصف للسفارات الموجودة في العراق، السفارات الأجنبية، أو قصف لمناطق داخل العراق مثل إقليم كردستان أو غيره، كل هذه توقفت لكون الحكومة الآن أصبحت لهم. ثم بقوا أمام موقف محرج جداً، وهو شعاراتهم عن وجوب إخراج القوات الأمريكية وأن تغادر أمريكا العراق وما إلى ذلك. أصبحوا الآن يتعاملون مع السفيرة الأمريكية وكأنها هي القائد الملهم الذي يتبعونه، والأكذوبة التي ظهرت على لسان خامنئي بأنه التقى بالإمام المهدي ليلة العيد وأخبره بأن يوقف مشروع تحرير القدس لحين ظهور المهدي. هذه الخرافات والخزعبلات التي يعيش بها هكذا أفراد، يعني ماذا تتوقع من أشخاص ينتمون لهكذا هيكل سياسي أو عسكري أو عقائدي أيا كان، مبني على خرافات وأكاذيب لا يمكن الوثوق بها ولا يمكن حتى التصديق بما يصدر منهم. لذلك لا بأس لديهم إن كانوا ذيول أو غير ذلك، ويتباهون بما يخجل منه الإنسان السوي، لأنهم أشخاص غير أسوياء، لا عقائديا ولا فكريا ولا حتى يعني إنسانيا. لو صح القول، طرحت جزئية منذ قليل تتحدث عن هل تمثل الدول العربية تهديدا على إيران أو تمثل إيران نوع من أنواع الخطر. طبعا الجامعة العربية، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط كان قد تحدث في وقت سابق وقال بأنه عندما نصدر قرارا يدين إيران بشكل من الأشكال، أو يعني تتفق الدول العربية على وصف إيران بأنها دولة مصدرة للإرهاب، يخرج العراق المتصدي لهذا القرار والرافض لأن يصوت على الموافقة. هنا السؤال، أنه الدول العربية المحيطة تعلم بمدى خطورة إيران ومدى تهديدها لأمن هذه الدول، لماذا
نرى موقفا سلبيا تجاه الشعب العراقي من قبل هذه الدول؟ أخي حسب ما أذكر في جلسة البرلمان العربي حينما حاولت رئاسة الجلسة إصدار بيان يدين القصف الإيراني للمناطق العراقية، نعم، كانت حنان الفتلاوي على ما أذكر، صحيح، ممثلة العراق في الجلسة، أول من احترض يعني، نعم، شيء مخزي جدا أن تعترض الدولة المتضررة من قرار إدانة للدولة التي تسببت بهذا الضرر. يعني هذا الموقف يجعلنا نفهم ما هي السياسة التي تقوم بها هذه الأحزاب، والخضوع التام وعدم يعني الخجل من مواقف يخجل منها أي إنسان له انتماء. الانسلاخ عن الوطنية، الهوية الوطنية العراقية لهؤلاء المتمترسين في طائفيتهم. أستاذ فرات، في دقيقة واحدة، الموقف العربي لماذا لا يزال سلبيا تجاه القضية العراقية رغم الخطر الإيراني الذي يهدد هذه الدول؟ أخي ماذا يفعل الموقف العربي؟ شخص يغرق ويرفض أن يمد يده إليك لإنقاذه، شخص لا كل لحظة يجرف التيار أبعد وتمد يدك إليه قائلا أعطني يدك لأنقذك، هو يرفض. هذا ما تفعله الأحزاب العراقية للأسف، لكونها تمثل العراق بشكله الخارجي وليس الجمهور أو الشعب العراقي. هي تفعل هذا، فماذا تفعل الدول العربية؟ هل تفرض على العراق كحكومة وأحزاب تابعة لإيران أن يجب أن تنصاعوا لنا لإنقاذكم؟ بالتأكيد لن يرضقوا لهذا الطبع. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ فرات خورشيد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، كنت معنا عبر سكايب. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم لطيب المتابعة ولكل من شاركنا. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.